يبدو أن هؤلاء الأطفال سعيدون والفرح يغمرهم رغم الألم لتمكنهم من صنع قطعة فنية جميلة بأيديهم الصغيرة في المشفى الوطني بمدينة السلمية، وذلك من خلال معرض لأعمال يدوية من توالف البيئة، حيث يتم تدويرها لأشياء يتم الاستفادة منها لمرضى التلاسيميا بهدف دعم الأطفال المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية. الأطفال يعني هن الهدف الأساسي كان بهذا الموضوع، تمرير الوقت بدون ما يحسوا بإعطاء نشاط من خلاله تبرز مواهبهم، ومن خلاله بيتعلموا ثقافات بالتوالف في البيئة، شو ممكن يستخدموها، شو ممكن الأدوات اللي يستخدموها بالبيت ضمن مجال المشفى. طبعا نحن كثير حاولنا انه نخليهم يحسوا اهم شيء بالوقت، انه يحسوا انه شغلهم انه له شيء لقدام، هذا الشيء بيساعدهم، بيعطيهم دافع اكبر، ممكن يامن لهم شغل، ممكن يعطيهم راحه نفسيه ضمن النقل مشان ما يحسوا بالوقت. طبعا هي الفكره، هن الاساس بهذا الموضوع. هذا المعرض هو بيهدف اطفال التلاسيميا، الهدف الاول انه مشان ما يشعروا انه هن اقل من اقراني، وقادرين على العطاء وقادرين على الابداع والفن، وعم نحاول يعني نامن لهم شيء بالمجتمع لبعدين، وهذا الهدف الاساسي يعني، والحمد لله متعاونين وشغلين حلو. إن هذا المشروع التعليمي الفني هو لملء ساعات العلاج التي يقضيها الأطفال بصناعة تحف فنية ومشغولات يدوية وتنفيذ رسومات مختلفة بهدف تخفيف معاناتهم ومنحهم فسحة من الأمل.